السلام لجهورجيو كل اسم العظيم اخترت الرب يسوس شع ذكرك في الاقاليم تقدمت ايها المختار الى بيتل ديانوس واغزيت كل الكفار بعلامه فيثاغورس ردت لديانوس على وجهك النعمه جميلا في شخصك تضيء مثل النجمه فقال لك يا مضطر انت من اي مكان انا في ثلاثه اعوام ما رايت مثلك انسان فما حدثك عندي حتى اتيت الان تعالى واخبرني انت من اي مكان بحق يسوع ربك اخبرني يا انسان عن ابيك وجدتك كان وزيرا ام سلطان فقال له جيورجيوس انا ابن اناستاسيوس وانا عبد لربي يسوس بكريستوس يا بلدك يا بلدنا ونسبنا في فلسطين وفيها مرفانا وفيها مقيمين فقال له بكل ديانوس تعال عبود الاوثان فبخر يا محروس وقالت لك فرمان فقال له جيورجيوس انا نسل الكراس كيف تامرني ان اعبد الاوثان فامر بكل ديانوس بتعذيب القديس والاجنب خضع الروح وضربوا بالدبابيس سبع سنوات عدت وقاسي في الاتعاب واحتمل كل شده في محبه رب الارباب ثلاث ميتات قدمت على اسمه القدوس وحبا في رب القوات المحيي كل النفوس وفي رجع موتى مضى بالذليل واخذ الشهاده ونال سبعه اكاليم ظفر بالنعمه من عند الرب القدس ونال اكليل الشهاده بطرس الطور جيورجيوس السلام لك يا مطر يا قائد كل الفرسان يا من اجلك فزيا عباد الاوثان السلام لك يا قدس يا ابن اناستاسيوس يا حضر النفس يا عبد يسوس في كريستوس فنفسر اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله مريجرجس اعنا اجمعين